نحن الآن معكم من إحدى نقاط الرباط في مدينة كفرنبودة بريف حماة الشمالي، حيث الثوار يعدون عتدهم للتصدي لقوات النظام إذا ما حاولت اقتحام تلك المدينة. ولمعلومات أكثر ينضم معنا الأخ أبو القعقاع القيادي في لواء الخطاب ليطلعنا على أهمية مدينة كفرنبودة. أبو القعقاع أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله العالمين، من امبارح وحتى الآن حاول الجيش تقدم لكفرنبودة من أجل السيطرة على المنطقة كلياتها. داخل كفرنبودة المنطقة من هو لجبل الزاوية وكلياتها صارت بيد، والحمد لله العالمين لحد الآن حاول تقدم ودمرنا الحمد لله 19 دبابة وآلية بي ودبابات 72 وسيارات، واخترنا دبابتين الحمد لله على جبهة موري. لا وفي سمعنا اليوم اخبار ان شاء الله عن انسحاب تل عثمان تحت ضربات المجاهدين. طيب ابو القعقاع، ما هي حجم الامكانات الموجوده لدى الثوار في حال تمكن او تمكنت قوات النظام مدعومه بقطاع الجو الروسي التقدم الى المدينه؟ الحمد لله ان شاء الله ما بيتقدم ان شاء الله شبر واحد، لانه الحمد لله الذخيره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله موجوده، والحمد لله شباب همتهم عاليه وباذن الله ما بيتقدم شبر واحد ان شاء الله. كلمه للتدخل الروسي في سوريا. الحمد لله العالمين لحد الان ايران دخلت وما طلع لها، حسب الله دخل ما طلع له، وان شاء الله روسيا ان شاء الله راح ترجع ان شاء الله الى موسكو ان شاء الله بيلاروس. اجل لا ان شاء الله بيلاروس ان شاء الله. طبعا مشاهدينا، نحن مستمرون معكم من مدينة كفرنبودة، هذه المدينة التي كان يقطنها حوالي 100,000 نازح هجرتهم طائرات النظام إضافة إلى الطائرات الروسية المحتلة، وهو المحتلة الجديد بعد المحتل الإيراني. من جديد نحن معكم شبكة بلد الإعلامية من مدينة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي.